انت بتحكي مع جارك سنكوح؟ اخي انا رافع الجال رجعت مع سارة. سمعتوا مثل ما عم بسمع؟ سمعونا هذا الصوت مغري عليه بدنا نغري عليه بعفو. ابي يا ابي يا ابي انت شيء خابك هلفني ما ضل الموضوع الا لو حكى معي. ليه لعبتي يا ابو كاتا احكي مع بنتي نادى؟ ما انا نامت بتكون نامت على غلاف نامت. انا فيا انا اما امون عليا لا ما ما في حرارة. شو ما في حرارة قدام بحكي؟ الو الو مو انا كنت عم بحكي نحو القاموس شو الحكي هذا؟ شو بدي صار عم يشتغل هسا صار عم يشتغل معناتها تخلصي ما عاد في امل بالتليفون بدو ناقص صمت. لك شو يا عم تسب علينا؟ شو هذا لاسلكي؟ لا تليفون هو لاسلك الصوت الصوت عندي اللي بتليفون لاسلكي انا. شو يا عم تضحك علينا؟ هذا ابن قاشي هذا مصاب. سامي سامي عم تحكي لا غير ولا بيحكي. كاني لهيك موصول بشي. متأكد يعني؟ شو هسه لقيناه؟ لك طب صوت التليفون اللي جالك انا؟ مع السلامة. نضروري يجي السيد سامي معون. معناتها في تليفون تاني بالاوضة. اكيد في تليفون، اسمع اسمع، هيدا التليفون تاني وهذا التليفون ما بعرف اللي بعرف فيه خط. لا 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 يا جماعة اسمعوا لكم، معناتها نفسك الحرارة ها؟ الو 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 لا الحرارة ما نفسك، معناتها من عند الجيران. لا سيدي ما حزنت انت اللي بتطلع لفوق انت رجال هو يمكن ما في حرامي شو ما في حرامي في حرامي في اشياء
مزور يا جماعة سألوني مزور مو أصلي. إيه مو أصلي بعرفه أنا إنه مزور مو أصلي، بس شو بدي أعمل ما كانت تقتنع بنتي قضي الجنابة، ما كانت تقتنع على مثل ما بيقولوا قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. عفوا عفوا يا غالي عفوا حالي تخلي عظامك تطلع الجدو. قول يا طنط يا أم سامر يا مدام. ماشي حاضر يا طنط يا مدام يا أم سامر. اللي مو أصلي ومزور مو مرمان بالطير وطير تشميع كوري ما يكسر فرمان. لك انت ايش خفرك؟ قصدي انت ايش خفرك انه طير طلع مزور؟ ماشي هذا خطير. شوف هذا بلدي هو مندوب بلدي بلدي ومندوب وحقه 100 ورا بلدي ايه 100 هو مندوب هو مندوب. تصرف عليهم ولا مقصدي سيدي مقصدي كيف قصدك ها يا سيدي يا سيدي اخذ مني 150,000 ليره وكلها تطبخ ليره واجو جاب لي طير مزور وقت النهر. سيدي سيدي احنا مو زعلانين مشان المصاري. لا 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 نحن زعلانين على صاحبنا اللي غدر عمره غدر مشان الوصل غلط. الله يكسر ايديك يا مجرم سبب قتل النفس بريئه. كيف تعطينا نحن طيره بتاكل لحمه؟ ما سمعت هذا شو بقول؟ ايه سيدي سمعت انه المثل هذا مو كل طير بتاكل لحمه. كنت حابب وحدي انا بحمصي قلب فيها كذاب سيدي كذاب. هو كان خطب وحده ما هو اي بدايات هي. مضبوط سيدي نتبع هيك مضبوط مضبوط سيدي هاي عقوني عليها بس انا ما انا ما اعتقد ما اعتقد رسول الله حب مش عليك دقيق دقيق انا نصب احكي عليه ابدل. لا انا ما اعتقد انا ما اعتقد انا ما اعتقد. كابوس كابوس شف من هون شرف 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 تفضل
السيد روكي. ما في خط كمان منظر يعني. يا لطيف هذا بس على الصبح ممكن يهبطوا علينا من النار. رشا يا رشا. نعم امي. جهزي حالك تبعي يا روكي. ليش وينك؟ ماني وينك؟ ماني وينك؟ شو طلعت تحت؟ كنت عم صلح حجز الطاولة. وصلوا على الصبح ورهبطوا علينا من منوح. قولي قولي شفتي ابوكي ما كان عم يصلح رجل الطاولة، عم بيودع بلاطات البيت لانه صفرت الطاولة للمرة. ام قصر ارحمي عزيزة ام انسان. فكرنا صارت شيء، مو انت صرخت وما عدت على التليفون؟ بس انت ما عاد سمعت على صوتك فكرتك سكرت. يعني ما في شيء؟ لا ما في شيء. تطلبوها لاخي فكري. شباب ليش هيك عم بتحكي؟ ها؟ صوتي مفهوم ما مش بتعرفي؟ هلا اتركونا منه ومن صوته. حضرتك مهندس مروان؟ مهندس مروان. في شيء اعتداء حصل عليك؟ اعتداء؟ لا سيدي. عم اسأله له إذا سمحت لي. لا لا ما صار شيء، نو ما صار شيء. اشرف معنا. لوين؟ على المطفر، أنت موقوف بتهمة البلاغ الكاذب. يا سيادة النقيب، صحيح أنا أسأل التقدير. لكن ما بلغ الكذب اساسا. ما بدنا نجينا معكم. مظبوط سيدي، هو خاف على مروان وفي ذلك الاثناء صرخ مروان افلت السماعه من يدي. وليش لا يصرخ؟ لانه طلع الطير بوشه. عفوا لحظه بس سياده شو من كان عطيه الطير بكري. طير سامر 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 شو هي تصدي اقول لك اكون عم بحكي على التليفون وما بطل بتصدي وما بقول انا اوقف ما انا لازم اروح مشاكل يا سيدي. يعني ما في شيء. ابدا ابدا سيدي، بعدين الاستاذ وجوزته ناس محترمين، حضرته بيكون مدير عام الشركه اللي بيشتغل فيها صار المهندس مروان، وله عاده يتصل بالموظفين بالليل بكل الموظفين هاي اللي عنده يطمن عليهم بقى برضا عليك. لا جازوا على فعل الخير غير الخير سيدي. تكرر عينك مدام، وانت لا تبلغ الا حتى تتاكد من صحه البلاغ. حاضر يا سيدنا. يلا خاطركم. مع السلامه. خير الغيره مدام. اي ماشي مع السلامه. هوني السلامه.